طيب على كل الاحوال يعني الحقيقه برضو وبعيدا بقى عن ماتش امبارح، انا عايز اكلم حضراتكم بشكل عام وبعيدا عن الاخطاء التحكيميه اللي يعني تستحق ان احنا نفرد لها الحلقه بالكامل الحقيقه، لكن في الفتره الاخيره كل الناس كل الجماهير كانت بتشيد الحقيقه بالاداء المحترف اللي عامله مارسيل كولر مع اللعيبه. على صعيد اخر وفي سياق متصل الحقيقه كمان كلمه حق لازم تتقال، ميشيل يانكن هو الاخر عامل شغل ممتاز مع حراس المرمى، بدليل ان احنا في الفتره الاخيره ما بقيناش نحس بغياب اي حد من الثلاثه، يعني سواء شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير اللي موجود فيهم بيعمل اللي عليه وزياده. فطبعا كل التحيه لميشيل يانكن. بالمناسبه برضه هو كان ليه بعض التصريحات عايزين ناخد فكره عنها من خلال التقرير ده، اتفضل. ما هو رايك في المباراه والنتيجه؟ أود الإشارة إلى أننا فزنا، ولكن للأسف تلقينا هدف قبل النهاية، وأنا فخور جدا بأداء مصطفى شوبير في النهائي. ليس من السهل أن تؤدي مباراة كهذه في النهائي، ونعلم أن مصطفى يلعب خلف علي لطفي وخلف الشناوي. الأمر ليس سهلا، ومصطفى لعب بدون ضغوط عليه وكأنه لاعب يجيد هذه الأنواع من المباريات. مصطفى كان يؤدي بشكل جيد جدا في التدريبات ولهذا ظهر بهذا المستوى. لسوء الحظ كان الشناوي مصابا، ولكن مصطفى شوبير أدى ما عليه. ما هو رأيك في المباراة القادمة في المغرب؟ لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب ولدينا حراس مرمى كبار. ليس مهم من سيقف في المرمى، ولكن المهم أنهم جميعا سيكونون مساعدين لتحقيق الفوز والبطولة. ماذا تقول لشوبير بعد المباراة اليوم؟ سأتحدث مع مصطفى غدا، سأخبره أنني فخور به، ولكن عليه العمل بشكل كبير، عليه العمل على نفسه أيضا وعليه مساعدة فريقه. هو أدى أداء جيدا، ولكن يجب عليه مواصلة العمل. بصراحة هرجع أقول تاني، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، الثلاثة أفضل من بعض أكيد تقريبا، يعني اللي هيكون موجود في ماتش الإياب أعتقد يا كريم بنسبة كبيرة هيكون محمد الشناوي، ولكن إن كان علي لطفي إن كان مصطفى شوبير فإحنا واثقين إن الثلاثة هيقدموا أفضل ما لديهم. ما فيش حد عندنا قلق من إن هو يكون متواجد عن التاني أبدا، فبالتوفيق ليهم. وبالمناسبة برضو علي لطفي من حراس المرمى الواعدين جدا والمحترمين جدا والتقال جدا، نتمنى هو كمان يكون له الفرصة في المشاركة في الماتشات القادمة.